أعلن وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم صبري أسماء ممثلي ملتقى تعز الجامع بعد احتفال إشهار الملتقى بحضور وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، والذي بدوره أشاد بأهمية توحيد الصفوف لخدمة تعز. تم حفل تدشين إشهار ملتقى تعز الجامع في محافظة تعز. هذا الملتقى الذي سيعمل وفق استراتيجية وحدة الصف والهدف والقرار على جميع المستويات الرسمية والحزبية والشعبية من أجل الحفاظ على مصلحة محافظة تعز، وتم اختيار نخبة من الأكاديميين لقيادة هذا الملتقى. رئيس الملتقى لواء الركن عبد الكريم محمد الصبري، لواء الركن يوسف الشراقي نائب رئيس الملتقى، المهندس علي محمد الأجعر أمين عام الملتقى، الدكتور جلال الشرعبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، المهندس الأستاذ عبد الباري البركاني الأمين المساعد للشؤون الداخلية والفروع، الأستاذ محمد الحريبي رئيس اللجنة الرقابية، حمود علي مهيوب الطيار رئيس المجلس الاستشاري، الأستاذ عبد الهادي العزعزي دائرة الإعلام والعلاقات العامة، الشيخ مارش عبد الجليل دائرة الإسناد والتواصل المجتمعي، دكتور محمد سعيد الحاج دائرة التعليم والثقافة، دكتور محمد العمان عقلان دائرة المؤسسات والبحوث، دكتور رشاد سعيد المجلي دائرة التخطيط والاقتصاد والتنمية، المحامية معين العبيدي دائرة الحقوق والحريات، دكتور عبد الواحد عباس الزعزعي دائرة الشباب، الأستاذة مسك المقرمي دائرة المرأة، العميد محمد سالم الخولاني دائرة الأمن وتطبيع الحياة، أمين حسن المليك دائرة الطوارئ والاستجابة السريعة. ملتقى تعز الجامع الذي يشين اليوم بكوكبة من أبناء تعز من الشخصيات والنخب السياسية والاجتماعية، نحن نأمل أنه يضيف إضافة نوعية في لملمة شمل أبناء تعز وإنهاء التشظم الموجود وتضافر الجهود وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لتصب كلها في خدمة تعز وإخراج تعز مما حصل لها من الانقسام. الملتقى أتى كضرورة ملحة لترتيب أولويات المحافظة واحتياجاتها بشكل واضح وطرحها بشكل لائق بحجم المحافظة، مع إيجاد محافظة موحدة آمنة ومستقرة تمثل عاصمة إقليم الجند في ظل اليمن الاتحادي. سعداء اليوم بإشهار ملتقى تعز الجامع. هذا الملتقى الذي يتطلع أبناء المحافظة إلى أن يكون كيان يسعى إلى توحيد الجهود ولم الشتات ورص الصفوف في كل ما تأمل المحافظة تحقيقه. ملتقى الجامع لمحافظة تعز يهدف إلى لم الشامل، وحدة الصف التعزي واليمني، ونسعى ونتمنى أن نكون العامل المساعد للمجلس المحلي والأمن والدفاع، وأن نكون سند لهم لصالح محافظة تعز. عندما يستشعر قيادة محافظة تعز المسؤولية يوجد ملتقى، هذا الملتقى من أجل توحيد الصفوف. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.